تفشي ظاهرة الفساد في مجتمعاتنا لم يعد يخفى على أحد، وبالتالي يمكن القضاء على ثقة المواطنين في وطنهم، وهو يقلل من الثروة الشخصية للمواطنين ولا يساهم في تجديد النظام السياسي. والأغرب من هذا هو سكوت البعض عن هذا السلوك الذي يضر بالمجتمع أولا ثم باقتصاد الدولة وسلامتها ثانيا. لن أطيل عليكم مستمعينا الكرام، أدعوكم لمتابعة هذا اللقاء الخاص بظاهرة الفساد وأركانها من خلال حصتكم الأسبوعية قيم إنسانية، التي يشرفها أن تستقبل اليوم السيد سعيد وزان، الذي سأتركه يقدم نفسه للمستمع الكريم. أهلا بك سيد وزان. سعيد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وشكرا للمستمع الكريم، وأرحب بالراديو ديسانفوا الذي استقبلني وأعطاني الفرصة في هذه الأمانة، وأشكر الجميع. شكرا لك سيد سعيد وزان. أولا، ما هي علاقتك بموضوع الفساد؟ سيدتي، قبل كل شيء قدم نفسي. السيد وزان سعيد، كان عامل سابق ببلدية وهران، كان عامل نظافة وتطهير، عامل ببلدية وهران منذ 1986، بعدما رأيت فساد في سنة 2003 من طرف عاصم الهواري، وهو كان ريجيسر في مصلحة النشاطات الاقتصادية بوهران، بلدية وهران. هل لك أن تروي لنا قصتك مع هذه الظاهرة؟ لأول مرة تلقيت من عنده تهديدات، رأيت فيه ما رأيت، لأن الفساد هو ماهوش الإنسان اللي يروح للفساد، ولكن كاين ناس مغطين على الفساد وهم مسؤولين كبار من العيار الثقيل، من العيار الثقيل أقول وأؤكد ما أقول، كاين مسؤولين كبار هما الذين يتسببون في الفساد، مسؤولين كبار. وهذا عاصم الهواري كان هو البوس تاع البلدية، كان ريجيسر هو البوس تاع البلدية، هو البوس، كانوا دايرين له المسؤولين ويخدموا به ويخدم معهم، وهو اللي تسبب لي في هذا الشيء، هذا الامر. هذا بلغت عليه المدير اللي هو كادري عبد القادر، لن اقول السيد، اللي هو كادري عبد القادر مدير مصلحه النشاطات الاقتصاديه، وكان في الاويله كان امين العام بلديه وهران، وبوحم شرابح مدير مصلحه النشاطات الاقتصاديه، وهذا المسؤولين، وليس اقول مصلحه النشاطات الاقتصاديه، بل هي مصلحه النشاطات التصوير والاختلاس، مصلحة النشاطات التصوير والاختلاس، وليس مصلحة النشاطات الاقتصادية. ظاهرة الفساد داخل البلديات ليست وليدة اليوم، كيف تعاملت مع القضية ككونك موظف بالبلدية؟ هذه القضية، هذه كنت أنا نخدم على النظافة والطهير، وهما هذ المسؤولين هذو كانوا دايرين لي سيبوار، دايرين على النظافة والطهير، دايرينهم هما اللي يلموا الكريا، بون كاين الأسواق، كاين المذبحة، الباطوار، كاين لابيشري، كانوا في هذاك الوقت كانت لابيشري دونك بقلعوها، كاين كاتين سوق، وكاين لي كارغوتيير تانيك، محطات المسافرين، كانوا يخلصوا هذو المجموعة تاع الدراهم هذو، يلمهم هذا عاصم الهواري ويديهم، يديهم هو اللي بيرسي، هما البلدية ما يدخل لها والو، الخزينة ما كان يدخل لها والو، الخزينة ما كانش يدخل لها دور وما كانش يدخل لها، كلش رايح في الجيب، كلش غير المسؤولين من العيار الثقيلة، أقول من العيار الثقيل هما اللي كانوا مكوفرين على هذه. عندما رايت الفساد اتصلت بالمدير مصلحه النشاط الاقتصاديه وهو كادري عبد القادر، طبعا هو المفسد الكبير اللي كان في لاروسات ميونسيبال، هنا كان مدير مصلحه في الفينانس، من حبسوا من الفينانس جابوه لنا، وهو اللي كان غطي على الفساد، كان كوفري عاصم الهواري. من هضرت معاه قال لي هضرت معايا شفوي، هضر معايا اكري، والادلات ها هما لهنا، قدم لك الادلات، خاش الانسان انا غادي كي نهضر غادي نهضر بالادله، بالادله ماناش ما نطقش نهضر. أو ما لو راهم هذو الأدلات، هذو بعض الأدلات. من بلغت المدير كادري عبد القادر قلت له ودي راشقين للروسي راه يجيبهم بشي بالله روسات راه يعمرهم في جيبه ويجي مركيهم برا، قال لي دير لي كتابيين، قال لي شقدر مع الشفويين، قلت له كتابيين جبتهم له. بون كيما شافهاش العيد بدل هرب، جابوا هذا بوحوش باش يكالمي هذا المفسد هذا المجرم، أولوية الإرهاب الإداري، هو اللي خلق الإرهاب الإداري، هذا بوحوش ربح كان يقطع التيكيه تاع السينمات وداروه مدير، هذا هو النيفو اللي راه في البلدية، ما كانش واحد قاري ولا عندها 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 مستوى دراسي، ما كانش. لا غالب رانا في الجزائر، هذه هي الجزائر، الانسان اللي قاري راه يبيع بالخوكه برا ولا راه يبيع الدخان، واحد كيما بوحنوش فوالا كان يقطع التكيه تاع السينما.
بون مين هضرت معاه قال لي مش قاش هضر معايا شافو وين ديني كتابيه جبته كتابيه ثاني غطى على الفساد قلعني من المرشي تاع ميموزا وهودني للانتلاك انتلاك راح تلقيت ما اكثر فساد في فساد والادله تاعهم طبعا راهم هنا هما الورقام لقيت اكثر مشيت هضرت مع بلغت يا ولدي خرجتني من بلاصه وقصني في بلاصه قلت له والله ما نمشي الدرهم تاع الناس قلت له باقي حاجه ولا قلت له ديرو هو يجي يخلص يدبر راسه يجي درهمه وانا في هذاك الوقت ما عنديش حتى اي اتصال بهذا الدراهم هذو ولا قال لي لملاه الدراهم مين يجي يرفد عليك الدراهم وهو يجيب لك الكيتونس الكيتونس ما كانش يعطيهم لي بين هضرت مع على هذا الشيء هذا بوحنا شرب هذا المجرم هذا المجرم هو اللي سبب لي في خصي ولادي وتسبب لي في المسكن تاع ولادي وتسبب لي في التشتا تاع ولادي طلق لي المراه هو المسكن المتسبب بين هضرت مع قال لي ما درتش انا سيكري تما قال لي شي باش يدير لي التحقيق قال لك خدام قلت له ما نخدمش قال لي الباب امرني بالطرد من تما تحقد عليا من زدت لقيت هذا الفساد هذا رحت مشيت بون لو باتنا بروم 2005 هو العيال الشريده هذه في شركه صدى وهران وعلمت عليهم واه والله هاي راه هي مستعقد فكرة ان حلات تاخذ مشاهده اخرى فضيحه شديده ببلدية وهران لو باتنا بروم 2005 بون زاد حقد علي هذا بوحد المشرب احد المجرم هذا الخاين هذا حقد عليه بون قعدت شايفها مورايا داروا لي شنو التحقيق متكونه من ربعه اشخاص واحد من فينونس من لاريسيت مونيسيبال وثلاثه من البلديه لما هذا فخر بن عمر اللي هو راه اليوم امين العام بلديه وهران هذا الخاين يسمعني مليح فخر بن عمر امين العام بلديه وهران هذا الخاين اقولها واؤكد ثالثا انت خاين هضرت معه على التصوير وهو اللي دار له التحقيق غطى كل الادلات بداو الادلات راحوا شافوا لقاو التصوير كانوها وهدوني هذا جلالي خليفه اللي كان رئيس تاع لجنه التحقيق هذا هددني قال لي لو كان ما نلقاوش غادي طاشا ولا قال لي غادي ندكوك هددني هذا الخاين هذا ثاني هذا الخاين هذا المجرم هذا ثاني هو اللي سبب لي خوسي ولادي في 2007 خرجت كونجي خرجت لاطونسيون طلعت شويه وجابوها مورايا خفت يديروا لي كاش فوربي ولا حاجه خرجت في الخرجه اللي خرجت رحت حوست لهم على قضيه باش نجيبهم كاو لقيت لي روسي سوفرين يخلصوا بالاوريجينال اي اون ميم طون مثلا غادي نعطيك النيميرو هنا على حساب النيميرو هنايا مثلا 5670 هذا الاوريجينال لو كان تروح تلقى الدوبل تاع امين المفروض اللي يقعد في لاريسات ميونيسيبال تلقى هذا 5670 هذا لقاياه تلقى الدوبل خالصين به ثانيك اوكي البلديه ما يقعد فيها والو ما يقعدش فيها لي زارشيف ما كانش زارشيف كي جابوها مورايا مشيت شاري الشروق فوالا اول مره هي لو 3 ابريل 2007 نشرتها رئيس سوق حي الضرير يطالب بتحقيق مستحقات ايجار المحلات تصوير واختلاف لمصلحة الشؤون الاقتصادية ببلدية وهران وهنايا تمت فيها بوحنوش رابح مدير مصلحة النشاطات الاقتصادية وعاصم الهواري وجماعة خفية من البلدية من لاريسات مونيسيبال ومن البلدية قاع يخدموا مع بعض وهنا سمعتيها ولا هنايا وهو هددني بقطع رزق أولادي أفون هنا راه مهددني قال لي لو كان تروح نعاود تعاود تزيد تحط في الجورنال قال عبد الحق بلي راك برا من تماك مشيت لا فونكسيون بيبليك ثاني تبلغ يجيني هذا فخا بن عمر ثاني جاوني واحدين من السانديكا من النقابه جو دي بيان من النقابه لي سانديكاليست والسكرتير جينيرال تاع النقابه هو اللي يرسلهم لي احمد من تفخ هو اللي يرسلهم لي وجاو عندي للدار واتصلوا بيا في الدار وباش نحبس القضيه احمد من تفخ جو دي بيان اللي راه اليوم راه في مسجد الشعب الولائي وغادي نقولها له بلي ماني ساكت على القضيه تاعي ماني ساكت عليها غير كونكم هانين باسكو الشيء اللي وصالي له لا زيد كثر احمد مدفخ جو دي بيان راه السكرتير جينيرال تاع النقابه قلنا سي وزان كيف يؤثر الفساد على حياه مجتمعاتنا والله اختي والله العظيم سبب الناس اللي راه يضربوا كل البطاله راهم وبسبب الظلم والحقره الا بسبب المسؤولين والناس راهي متسرده برا وراهم راهم وصلوا للطلاق الشيء اللي صالي لي انايا انا نعرف باللي هذا الشيء هذا وغادي نعلم الاخوه والاخوات اللي عندها شي ميل تاع فساد ماذا به غير يخليه ما يهداش دروك باسكو غادي يصرى له الشيء اللي صرى لي انا واللي صرى لي انا سي لو بير سي لو بير سي لو بير ماذا حدث لك ولغيرك بعد ان ابلغت عن الفساد المتفشي داخل البلديه بون الاولى عندي طرد من العمل جابوا لي 300 مليون جابوها لي للدار تاع السنديكا جو دي بيان تاع السنديكا وهم جو لي سيت با لينا جابوا لي 300 مليون وجابوا لي السكنه قالوا لي غادي البلديه غادي تمد السكان لهذ الخطره قالوا لي ولي لخدمتك ورفضت رفض قاطع لان اولا وقبل كل شيء هي الجزائر والضمير تاعي ما يخلينيش باش هذه بلادي الله غالب هل ندمت يوما على ابلاغك بعمليه الفساد هذه؟ الذي شرف كبير والان مازال
الجوع ولا الرجوع، الركل ولا الدل، إلا الجزائر. وما ندمش على الشيء اللي درته، ما ندمش عليه، هذا فخور به. وأنا الأول الذي بلغت على الفساد في الجزائر، أنا من الأوائل، أنا من الأوائل الذين بلغوا على الفساد. هل أثرت حادثة الفساد على حياتك الشخصية، على صحتك؟ شوفي، وصلت موصل كبير. الأولى 22 أفريل 2007 حبسوني بالخدمة، توقفت تعسفي من العمل. مشيت لافونكسيون بوبليك، لافونكسيون بوبليك قالوا لي درنا تقرير، درت لهم تقرير. البخاتم نور ديرس الأولى كان نوفمبر 2007، كانت الموضة تاعه كملت ما ردش. وأنا نقول باللي بالك ربما 30% 40% بخاتم هو توجور يقيس للبعد، ما يبغيش يدخل روحه في الصوالح. وهما شكون؟ بيكا جانور الدين سيد، هذا الخاين هذا اللي كان فيس بريزيدون تاع البلديه، هذا قلع الدروس، جو دي بيان بيكا جانور الدين، هذا الخاين هذا، والمسؤولين وفيهم منتخبين مفسدين مجرمين وارهاب اداري. ماشي نقول كاين بعض، هم المفسدين، هم المجرمين، هم الارهاب الاداري. كي العهده تاع 2002 الى غايه 2007، والعهده تاع 2007 الى غايه العهده 2012، وفيهم هذا بقادة الصدق اللي كان في بلدية وهران، واتصلت به على إذاعة الباهية وهران، كان عنده أول لقاء مع إذاعة الباهية نهار اللي جا، واتصلت به شفويا وكتبته كتابيا، وأخذته العزة بالإثم. هذا تاني مفسد، راني عليك بقادة الصدق، قتلوا لي في حياتي، أثرتوا على ولادي. فسات واش أثر عليا؟ أثر عليا الأولى تطليق تاع الزوجة، تحريم، خاطر كي شافت ولادها قاعدين بلا خدمة بال 2007 حتى 2008 ما كلاوش. أختي والله العظيم كنت نروح نكسر لولادي، ما طنت، عندي عزة النفس من متشيدي، ما كتبش عليك. رحت على هذه، من وسط زقات معايا وصلنا للتحريم، راهي محرمة إلى يومنا هذا، من 2008 إلى غاية اليوم راهي محرمة. وطلقت أنا وياها في سنة 2015، وليت وقعت المسكن باش سددت ديون اللي كانت فيا، وهي كانت مريضة، وما لقري كيما هكا تحرمتها. وطالت انا وياها الى يومنا انا مطالقين، شوالا عاود تعقدني بغيت نخرج على الطريق ما بغيتش نفوتها باسكو اونديكابي، مولادي اونديكابي، وراهي في 35 سنه معايا، خمس اولاد، ما نجمش نفوت مولادي. مالغري تو سا هي راهي في دار باسكو خوتها راهي في فوضاوي، وانا راني متشرد، خوتها بناولها دار، راهي مع ولادها مع البنت والولد، وانا عندي خمس اولاد. بون الاولاد الاخرين متزوجين، راهم متزوجين، راهم وحدهم، وهي راهي مع تسمو راني نعطيها المصروف تاعها. بصح شو وين وصلوا لي، فركتوا لي داري، واليوم راني انا متشرد. الانسان المبلغ على الفساد ها وين يوصل، ها الجزاء تاعه. وانا اللي دار لي كلش غادي في سنه 2006 رئيس الجمهوريه، اقولها تدريجيا، السيد رئيس الجمهوريه السيد عبد العزيز بوتفليقه صرح ثم هو قالها قولا، قال لك لن تتسامح الدوله ولو بدينار فساد من المال العام. هذا التصريح تاعك يا سي عبد العزيز بوتفليقه وين وصلني؟ انا كنت حاسبك غادي يجي غدا يحميني، ساعة ما حميتنيش. أنا وصلت للزداج، وصلت الماكلة دو بوتاي دو بيان كليت راه بيك شي، مازال ما ريحت منهم. وصلت السبيطار المهابيل، الضغط، الظلم، الحفرة، وصلت 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 وصلت، فرختوا لي ولادي، راني ولادي راهم في بني قصديري. ما نقولش فوضاوي، فوضاوي راه ساكن فيه بوحلوش الدافيلة، دا أرض بطل، دا أحمد منفخ، كاع الآخر يكداو بأن دينا سامبول داو الأراضي. وراني نسكن في بناء قصديري، كنت مسكوتي. أنا مانيش نقول باللي الدولة هي اللي فرطت فيا، مانيش نقول الدولة هي اللي حقرتني. أنا السيد عبد العزيز بوتفليقة، أنت صرحت شفويا، أنا درتها في الميدان، قلت على المواطن الجزائري باش يعاونني على الفساد، وإلا لقى شي حاجة يبلغ على الفساد. أنا أنت قلتها شفويا، وأنا عاون نظافة والطهيرة، كاسكو سي زبال، أن ماجون دي جهان، أنه إيبور، طبعا معنى هذا ما كانش إيبور، ما كانش على وجه الأرض، ما كانش. أنا مانيش مسؤول ولا عندي ليكال ولا عندي قوة، ولا عندي قوة تاع ربي سبحانه وتعالى هضرت بها. باسكو علاش؟ أن بريزيدون دو لا ريبوبليك راه يهضر، رئيس جمهورية، وقالها للدرسي، قالها في لاشين، قال لك الجزائر هي الأولى، قالها في 2006 في لاشين بوبيلار، قال لك أودي الجزائر هي الأولى التي راهي تحارب الفساد، قالها طيب العز اللي كان وزير العدل، قال لك القانون يطبق على الوزير، على الرئيس والي وعلى المير على الاول والتالي. انا طبق علي القانون تاع شوالا بالطرد من العمل، بالظلم، الحقره، التفركي تاع الدار، ولادي متشردين، انا راني متشرد، هذا هو القانون. وجزاكم الله خير. هل استطعت ان تجد فرصه عمل بعد طردك من البلديه التي كنت تعمل بها؟ اختي والله السؤال في محله، هما كانوا يحوسوا عليا باش نوخر من البلديه،
باش نبدا بخدمه واخد اخرى. وانا قعدت من سنه من حيث الوقت اللي حبسوني من بابي ابريل 2007 الى غايه نوفمبر 2014 بدون عمل متشرد في الجزائر جيعان. في الجزائر العزه والكرامه ورفع راسك يابا رفع راسك يابا متشرد في بلادي. بصح انا ما غادتنيش تعرف علاش؟ باسكو الاولى الجزائر الله غالب بالجزائر الله غالب بلادي الله غالب باتوري موا بلادي وما راهيش قايدتني راني متشرد ولادي متشردين ومرأة اونديكابي خمس ولاد وراهم في دار قصديري بصح ما راهيش قايدتني اقسم بالله العظيم بلادي افون تو نضحي على بلادي مهما كان صبر. بنظرك سيد وزان كيف تتعامل السلطات المحليه مع المبلغين على الفساد؟ السلطات المحليه ما نزيدوش نهضروا عليكم. انا دروك قلعت انا من الدهنه تاعي هذه الاولى الطرد من العمل الاولى هذه حاجه الطرد من العمل. الانسان المبلغ على الفساد غادي يوصل الحاجه اللي ما وصلتهاش انا بالك ربما انا غير بلغت على الفساد ما قربوش للعداله ولا قربوها قعدت غير انا نتخبط دوزون دو بريزون حكموا عليا على المبلغ على الفساد وعلى النظافه والطهر دوزون دو بريزون 80 مليون سنتيم الادله اكثر من 73 دليل وغير الادله باسكو انا هذا هذه غادي غير عينه خرجتها تاع 73 دليل غير عينه ما يقولوا له اللي راه عندي تاع الفساد اللي راني مثلا ما بلغتش فيه يعلم به ربي غادي نقولها لكم جهرا والله العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم الشيء اللي راه عندي ما توقعوش في رسالتهم وما بلغتش به هاد السلطات المحليه هادو ما كاش واحد راه يجي يخدم بالجزائر هذا من يجيو لزيل السون شيقولوا يقول لك 100000 جزائر اقسموا اليمين وقالوا غادي نجيو نقلعوا الفساد نقلعوا الفساد ونقلعوا الظلم والحقره هم انتم المفسدين وانتم المجرمين وانتم بالارهاب الاداري اقولها لكم على المباشر. هل تعرضت انت وغيرك لتهديد بعد ان ابلغت عن الفساد؟ تعرضت هنا شوفي ماديا نفسيا تهديد بالقتل هكا باش نقولها بالك ما قلتهاش في شاشه التلفزيون الاخرين في الانستغرام اليوم نقولها اليوم تعرضت حتى بالقتل والخرجه اللي خرجتها من الوهر لنا منا من بعد سكنتي منا بعدها محتاج حقيقه بصح كنت مناصي 2008 كنت مناصي لمده 10 سنوات. هل من الضروري ايجاد اتفاقيه ضد تفشي ظاهره الفساد؟ لا يوجد اتفاقيه لن تكون. هذا السؤال الواحد جا في من جات ماذا بغاني نقول الانسان اللي عنده شي ملف يخليه ما يخرجهاش باسكو راه يتعرض لشي صوالح يرثى له. بالنسبه اليك سيد وزان ما هي الطرق المثلى للحد من ظاهره الفساد داخل بلادنا؟ غادي نعيشوا في الفساد ونقعدوا في الفساد الاغلبيه تاعهم مفسدين ومجرمين وارهاب اداري وغادي نقعدوا غير كيما هكا نعرف الوحيد باللي غادي نقعدوا كيما هكا ما كاش الاخير تاعها التاليه تاعها كفى الله عما سلف. الانسان ماذا به قلت راني نقول انتشر الفساد في اي حاجه لا في المجتمع ولا في الـ في الـ في, الـ في الاختلاس ولا في كل حاجه تفشي الفساد هذا ما عندهاش حل. هل المواطن الذي يدخل في قضايا الرشوه من اجل تسهيل اموره الشخصيه يعتبر طرفا في عمليه الرشوه؟ بالطبع بالطبع يقول لك تو العزل وما تكتو السيده هو المتسبب في كل شيء هو المتسبب ما نقولش المسؤول هو الاول هذا 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 المقطع هو اللي وصل هذا الشيء هذا المواطن ولا واحد منهم كل واحد وعنده ضمير كي يتمشى كل واحد وعنده ضمير كاين الشيات راه معانا ديجا كانوا في السنديكا في النقابه كي يدخلوا سنديكاليست وكانوا مع احمد مدفخ شياتين وشيتو يدخلوا باش يدوا السكاني ويدوا الاراضي ويشيتوا للمسؤولين وهادو هما المفسدين هادو مقطعين هادو هذا مواطن غير عامل وهو اللي يوصل للفساد يوصله للمسؤول. اخيرا سيد سعد وزان كيف يمكن ان نحمي انفسنا من الوقوع في مثل هذه الظواهر المتفشيه في اوساط مجتمعاتنا؟ والله اختاه هذا السؤال هذا لو كان الانسان يحاسب نفسه الرسول عليه الصلاه والسلام يقول حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا كل واحد وربي خلقه وعطاه الضمير تاعه فمن يعمل مثقال ذرة خير يراه ومن يعمل مثقال ذرة شر يراه صدق الله العظيم. إذا في الأخير نشكر السيد سعيد وزان لحضوره وتشريفه معنا. إذا مستمعينا الأعزاء نشكركم على تتبعكم لحصتنا حصة القيم الإنسانية على أمواج إذاعة من لا صوت لهم غاديو ديسمبر وكذلك نشكركم على حسن الإصغاء دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.